السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الدرس العاشر، صفحة 40، إنشاء الجداول. سنتعلم في هذا الدرس معنى الجدول وإنشاء الجداول، تنسيق بيانات الجداول، إدخال البيانات في خلايا الجدول، وإضافة عمود أو إضافة صف أو حذف عمود أو حذف صف. الجدول هو مجموعة من الصفوف والأعمدة المتقاطعة التي تشكل مجموعة من الخلايا. يوفر برنامج معالج النصوص إنشاء الجداول وإدخال النصوص والصور والأشكال التلقائية فيها. يمكن دمج الخلايا معا أو تقسيم خلية واحدة إلى خلايا متعددة، كما أنه من السهل أيضا تعديل الجدول، إضافة أعمدة أو صفوف وحذفها، كما يمكن تغيير شكل حدود الجدول أو إلغاؤها وتعبئة الخلايا بالألوان ونقوش مختلفة. أولا، إنشاء الجداول. تستخدم الجداول في تنظيم عرض البيانات بأنواعها للوصول إليها بشكل سريع. يمكن إدراج أكثر من جدول في أي مكان داخل ملف. ولإدراج جدول في مستند، اتبع الخطوات الآتية: ضع المؤشر في المكان الذي تريد فيه إدراج الجدول، انقر تبويب إدراج، ثم انقر على أداة جدول من مجموعة جداول، فتظهر لوحة بهذا الشكل، هذه الجهة اليسرى، شكل 3×14، صندوق حوار إدراج الجدول. هذا تأشير فوق الخلايا مع السحب، تحديد عدد الأعمدة والصفوف حسب الحاجة، انقر عليها بالفأرة فيظهر الجدول في المكان المحدد. مثلا هنا 3 صفوف ب3 أعمدة. ثانيا، إدخال البيانات في خلايا الجدول. عند النقر في أي خلية في الجدول يمكن إدخال البيانات مكونة من نصوص وأرقام ورموز خاصة وصور في الخلية التي يقع فيها المؤشر. عند الانتهاء من إدخال البيانات، لما تخلص من إدخال البيانات، تنقر المؤشر في الخلية التي تليها أو تضغط مفتاح تاب من لوحة المفاتيح. ثالثا، تنسيق بيانات الجدول. يتعامل برنامج معالج النصوص مع كل خلية في الجدول كأنها صفحة مستقلة، من حيث تنسيق الخط والفقرات والهوامش. يمكن إجراء عملية تنسيق، توسيط، محاذاة يمين، محاذاة يسار، خط أسود عريض. طرائق تحديد خلايا الجدول: تحديد خلية، ضع المؤشر داخل أي خلية في الجدول، ثم انقر على زر الفارة 3 مرات متتالية، تتحدد الخلية 3 مرات. أما تحديد عمود، ضع المؤشر الفارة فوق العمود حتى يتغير شكله إلى شكل السهم، ثم انقر زر الفارة فيتم تفضيل العمود الواقع تحت السهم. أما تحديد الصف، ضع مؤشر الفارة بجانب الصف حتى يتغير شكل المؤشر، ثم انقر زر الفارة فيتم تظليل الصف. أما تحديد الجدول كامل، ضع المؤشر الفارة على الزاوية اليمنى العلوية للجدول فيظهر مقبض، هذا المقبض تكبس عليه بيحدد الجدول كامل. رابعا، تغيير عرض العمود. عند إنشاء جدول يقوم برنامج معالج النصوص بتحديد عرض الأعمدة بشكل متساوي حسب عدد الأعمدة في الجداول. لما تكتب نص مثل مرات بيكون النص أكبر من حجم الخلية، بدك توسع العمود، بتحرك مؤشر الفارة إلى الحد الأيسر المراد تغيير عرضه حتى يظهر مؤشر بشكل سهمين متعاكسين. بعدين تضغط زر الفارة باستمرار تحريكها باتجاه المراد، يا بتوسعه يا بتضيقه. خامسا، إضافة أو حذف أعمدة وصفوف إلى الجدول. لإضافة عمود أو أكثر إلى الجدول، اتبع الخطوات الآتية: انقر بالفارة في العمود المراد إضافة أعمدة قبله أو بعده، ظل الأعمدة بعدد الأعمدة المراد إضافتها. هنا بدي عمود، يضيف لي عمود، رح يعمل إدراج أعمدة إلى اليسار، بكبس بظل العدد الأعمدة، بعدين بنقر زر الفارة الأيمن بختار إدراج، يا إدراج أعمدة لليسار أو إدراج أعمدة لليمين. لإضافة صف أو أكثر في الجدول، بنقر بزر الفارة على الصف مراد إضافة صفوف قبله أو بعده، هون الصف الأول بدي، ظلل الصفوف بعدد الصفوف المراد إضافتها. بعدين أنقر زر الفار الأيمن، اختر إدراج، إدراج صفوف للأعمدة. ولحذف أعمدة أو صفوف، ظلل أعمدة أو صفوف المراد، هون العمود الثالث بدي أحذفه، بظلله، بكبس رايت كليك، بحذف، حذف أعمدة. لحذف جدول كامل، بظلل الجدول المراد حذفه، بعدين بضغط زر الفار الأيمن واختر من القائمة أمر حذف جدول.